حب الحسين يتجلى ليس فقط بالبكاء والتعرف إلى سيرته، بل هو أخلاق وتربية ومحبة. ولهذا أقيم في النبطية مبادرتان يصح فيهما القول أنهما حسينيتان. المبادرة الأولى لمدرسة الكندية، حيث أقامت نشاطاً دعت من خلاله إلى رمي النفايات في الأكياس المخصصة لها، والتي تناوبت على حملها الهيئة الإدارية والطلاب في الليالي العاشورائية. نحن حبينا نأجر بعاشورة على طريقتنا، ما حبينا أنه نبكي بس بعاشورة ونعمل الأشياء التقليدية. إدارة الأكاديمية الكندية مع معلماتها وتلاميذها لقينا أنه مشاركتنا بعاشورة لازم تكون من باب الإصلاح. دورنا على شغلة غلط بمجتمعنا لنصلحها، لقينا أنه في بالأرض قاذورات كتيرة وزبالة بعاشورة، وهذا الشيء ما بلي لا فينا ولا بالإمام الحسين، فحبينا نغيرها بطريقة جدا إيجابية. حملنا كياس زبالة ونزلنا على الشارع وصرنا نشجع العالم أنه اللي بيحب الحسين ما بكب الأرض، بيعطينا زبالة لقلنا بالكيس، بيخلونا نشعر أنه عم نسوي كتير إيجابي وحلو، بيخلونا نروح على البيت مبسوطين. أول شيء يمكن كنا أنه شو استغربنا شو وجهة الناس، شو نظرة الناس لنا بدها تكون، كلها احترام ولياقة وعم يشكرونا على اللي عم نسويه. أنا منطوع واحد من الحملة وعلى حب الحسين الحملة بتكون، ما نعلم العالم ما يكبوا زبالة الأرض، يكبوا الزبالة بمحل المزبوط اللي مكب فيه زبالة. في كتير عالم عم يجوا يسألونا كيف فينا نتوقع معكم بهالحملة، وحابين هالشي كتير. أما المبادرة الثانية فهي الإسعاف النبطية، والتي تهدف إلى جمع البلاستيك ورميها في مكانها المخصص، الأمر الذي ساهم إلى الحد بشكل كبير من وجود النفايات في الشارع. الفكرة من المبادرة هي نحن عاملينا خلال 10 أيام عاشورة، اللي هي عبارة عن العالم تجمع 10 كبايات بلاستيك أو 5 أناني اللي هن عبارة عن فرز للنفايات ونظافة أكتر كرمال ما العالم تكب الأرض. ومن خلال هذا الشيء كل شخص بجمع هالأشياء بينزل اسمه بالقرعة، وإن شاء الله خلال السحب إذا توفق بيطلع اسمه للزيارة للأربعين إن شاء الله. كل يوم أكثر من 1500 أنينة تقريبا، يعني مش خلال بالنبطية بس، من كل الضيعة المجاورة للنبطية تحمسوا لهذا الموضوع وعم بيجيبوا لنا أنينة. موضوع الفرز كان كتير مهم وشجع كل الناس انه لحتى تلم الانانه ويفرزوها. هلا اذا تطلع بالشارع اليوم ما في ولا انينه بالارض، يعني مش عيب ولا غلط نلم الزباله من الارض حتى لو ما كانت انه على قرعه الأربعين. شكرا كثير على هالمشروع الحلو، ان شاء الله بضلوا دايم، شغله كثير حلوه، ان شاء الله كل العالم تربحها، صرت مجمع كثير. لان النظافه من الايمان، ولان الايمان يتجلى في الامام الحسين عليه السلام، كانتا هاتان الحملتان تجسيداً للمعاني العاشورائية.